يقصف عمرك يا عبلة، شو هالحكي هيدا؟ من وين جايبه هالخبرية؟ شو بدك بيا اللي عم بينقال؟ خديها مني. لك ما قال شافوها هني والدرك عم يعتقلوها. شو شو شو؟ حبيبتي لا اعتقلوها ولا شيء، بعتوا وراها سألوها كم سؤال وخالصين. ليش حتى يتشك على إذا بده يرجع يسقط الشكوى؟ وقال مدة التعهد ما بقى تتعرض له، وإذا رجعت تعرضت له أي شعر بدفعوها غرامي هالقد قدها وبيحبسوها. أيوه شو؟ مين هذه اللي بده يحبسوها؟ ما عرفت. لا لا ما أنا قلت لهم ما حدا في قرب صوبك حبيبتي. إيه عافيك بنت أصل. مرحبا. أهلا. أهلين ست نجوى، بس مش هلأ ما بعد بجاي بكير. مش جاي أصبو، بس عايزتك كلمتين. ماما أنت سكتي وخليك جوا. خلاص مش الحال، كمل شغلك، نحكي كلمتين برا. ايه تفضلي نجوى، شو في؟ ليكي زهرة، نحن طولنا بالنا على خيك كثير، ما بقى فينا نطول بالنا عليه أكثر من هيك. صار له 3 سنين على نفس الحالة، من هالك لمالك لعباد رواح، خلصنا لهون وبس. حبيبتي نجوى أنت وين عايشة؟ ليش أصلاً الإسكان عم بيدين هالأيام؟ بعدين شايفتيه لزيكو قاعد ومادد إجريه ومريح؟ ما الصبي عم يفلح ليل نهار مثل اللي بديش لي أمن حياة محترمة ومنيحة ومرتبة كرمال بنتك. آه وعم بتربحونا جميلة كمان أنه عم بيشتغل؟ لا قبل ما يشتغل، شو رأيك تعطونا إياه سهر بيت؟ لا نحن ما منقبل، ما عنا رجال يعيش على ظهر نسوانه. بس أنا بدي أفهم عشو كل هالعجلة؟ ما بعضهم صغار وبحبوا بعض وعم بيأسسوا لمستقبلهم والحياة قدامهم، يعني في وقت. في وقت إيه لخيك؟ خيك لأنه رجال ما في شي بعيبه، بس أنا بنتي صار عمرها 23 سنة. يا لطيف 23؟ والله اللي بيسمعك بيقول بنتك فاتت كتاب التاريخ. هلا ليك زهرة، هودي الأفكار خليهم لإلك، ما تتحشي ليهم برأس بنتي. أنا ما ربيتها كل شبر وبندر لحتى أنت تلعبي لها بعقلتها وتدحوشي لها أفكار لحتى تعنسيها مثلك. هني شهرين، يا بتأمنوا بيت يا كل واحد بطريق. واضح؟ الهما إذا 23 و29 عنا سوء، إذا جمعناهم مع بعض لعما بعد صبية بلي.